ومعنا من إسطنبول للحديث عن ملامح الحكومة اليمنية وبداية تنفيذ اتفاق الرياض بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة اليمنية الأمريكية عقوبات على السفير الإيراني لدى ميليشيات الحوثي في تعز. معنا الدكتور صالح الجبري رئيس مركز ييني يمن، مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا يا مرحبا. أولا، كيف ستبدو ملامح الحكومة اليمنية الجديدة والمشهد اليمني بعد البدء بتنفيذ اتفاق الرياض؟ شكرا جزيلا. لست متفائلا بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة، لأن اتفاق الرياض مر على الآن أكثر من عام ولم يتم تنفيذ الشق العسكري من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات. هناك ضغوطات من قبل مورست على الرئيس هادي من قبل الإمارات والسعودية على الرئيس هادي لفرض أسماء معينة، وكأن القضية اليمنية هي في تشكيل الحكومة. القضية اليمنية أكبر من تشكيل حكومة، هناك جماعة انقلبت على الشرعية وهي ميليشيات الحوثي الإيرانية. نسي الناس العدو الأول والخصم الأول لليمنيين وهي الميليشيات، وانشغلوا بتشكيل حكومة التي إن تم تشكيلها فلن يتم الالتزام ب يعني تنفيذ ما تبقى من الشق من اتفاق الرياض، وهو الشق العسكري هو الأساس، لأنه إن لم يتم تنفيذ الشق العسكري سيكون مثل اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه يوم 2014 عندما احتل الحوثيون صنعاء والمبعوث الأممي والأحزاب السياسية في القصر الرئاسي مع الحوثي يوقعون على اتفاق السلم والشراكة لإخراج الحوثي وتسليم السلاح، وإذا بالحوثي في نفس اللحظة يعني يسقط الوزارات والمعسكرات. طيب لكن هل ثمت أهمية لإنجاز ملف تشكيل الحكومة في هذا الوقت بالذات بعد كل هذا الانسداد السياسي؟ وهل هناك رابح وخاسر من هذا الاتفاق أستاذ؟ هناك خطوات، يعني كما نسمع هناك خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض، ويقال هناك لجان عسكرية وصلت إلى الميدان من أجل إخراج المعسكرات من عدن وأبين وبعض المحافظات الجنوبية، وأن تتفرغ لمواجهة الحوثي والالتحام بالجيش اليمني. لكن الآن لا زال كلام عبر وسائل الإعلام، ولم يتم تنفيذ الشق العسكري حتى هذه اللحظة. وهناك يعني كما نسمع يعني خلال أسبوع الآن مرة 3 أيام أو 4 أيام وبقي 3 أيام من هذا الاتفاق. إذا كان يعني الاتفاق عمره الآن أكثر من عام ونحن في الاتفاق الأول والثاني والثالث، ونخشى أن نكون الآن أمام اتفاق رابع ولم يتم الالتزام بتنفيذ الشق العسكري وهو الأساس. ما قيمة حكومة لا تستطيع أن تعود إلى مدينة عدن، لا حكومة ولا الرئيس هادي بحسب ما نص الاتفاق عليه أنه بعد تشكيل حكومة ينبغي أن يعود الرئيس هادي وتعود الحكومة وتؤدى اليمين الدستورية داخل مدينة عدن. من سيسلم مدينة عدن إذا كانت الإمارات هي التي تتحكم بالقرار؟ نعم، في مدينة عدن. هذا يدفعنا للسؤال التالي دكتور صالح، السؤال التالي عن التحديات التي تواجه رئيس الحكومة الجديد والمطلوب منه على الصعيد الداخلي والدولي. إذا ما تم تشكيل الحكومة عليه أن يعد أن يكون جادا في مسألة الاهتمام بالجيش اليمني وتسليم الرواتب والاستعداد والترتيب لمواجهة الميليشيات الحوثي، وعلى عليه أيضا أن يحرص على تسليم المجلس الانتقالي للسلاح الثقيل للدولة. لكن للأسف الشديد هناك حتى رئيس الحكومة الآن المعين هناك عليه يعني بعض التجاوزات والمخالفات، بأن قراره ليس بيده، قراره بيد التحالف العربي وليس حتى بيد الشرعية. لسنا متفائلين من هذه الحكومة إذا كانت بهذا الشكل، أنه عبارة عن حكومة فقط ليس القرار بيدها ولا تستطيع أن تعمل شيء. رئيس الحكومة هذا نفسه هو الذي قال عند توليه المنصب سابقا أنه لم يتدخل لا بالجانب العسكري ولا بالجانب السياسي. إذا رئيس حكومة على ماذا؟ بالضبط. وبالتالي لست متفائلا بتنفيذ الاتفاق بهذه الصيغة. سيد صالح، بالتوازي مع ذلك، كيف يمكن أن تساهم العقوبات الجديدة المفروضة على إيران وسفيرها لدى ميليشيا الحوثي في تعز بالضغط للتوجه لحل سياسي ما؟ هل لها تأثير ما؟ السفير هو في صنعاء وليس في تعز. أولا لا. هذه الاتفاقية أو هذه العقوبات لا تقدم ولا تؤخر. هذه جماعة ميليشيات كنا نأمل كيمنيين ويعني كمتابعين أحرار لهذه الميليشيات وجرائمها أن تصنف جماعة إرهابية. إذا كانت جماعة ترفع شعارها الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ليلا نهار وتستعرض وتسب وتلعن أمريكا ليلا نهار،
وبالتالي بالأخير يخرج عقوبات على السفير المعين في صنعاء وبعض القيادات الحوثية. الحوثي استولى على دولة، الحوثي لا هو يعرف أنه لن يخرج من صنعاء ولن يخرج خارج اليمن. هذه العقوبات لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤثر على الحوثي، لأنه قد استولى على ثروات اليمن خاصة في المناطق الشمالية التي يسيطر على نسبة 30% من مساحة اليمن. ثروات اليمن، الضرائب، الجمارك، البنك المركزي، العملات الآن وارتفاعها والغلاء، الرواتب، هو سيطر على 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 استلم دولة، استلم دولة. وبالتالي هذه العقوبات لا تقدم ولا تؤخر، بل يزداد الحوثي عنادا كل يوم في قتل المدنيين سواء في تعز أو في مأرب أو في الجوف أو في بعض المحافظات الأخرى. نعم، على ذكر قتل المدنيين، يعني يجب معالجة هذا الملف في الحقيقة، وهذا ربما من التحديات الكبيرة أمام أي حكومة قادمة فيما لو شكلت. يعني الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات ضد المدنيين هي انتهاكات صارخة، وكان آخرها يعني الكابتن ناصر الريمي الذي قتل ونجله، وأصيب طفلان آخران بقذيفة نتيجة اعتداء يعني استهدف ملعب النادي الأهلي وسط مدينة تعز اليمنية. هذه ميليشيات لا تعرف الأخلاق، حتى في الحرب هناك أخلاق. هؤلاء مجرمون، هؤلاء يحاصرون تعز منذ 5 سنوات. أهل تعز الآن إذا أرادوا أن توصل لهم المعونات الغذائية أو يأخذون أو يبحثون عن الماء، فإنهم يقطعون آلاف المترات، يعني أكثر من 5 إلى 10 إلى 20 كيلومتر من أجل أن يذهب ويعود بقليل من الماء على يعني على الحمير. الحوثي لا يعرف أخلاق حتى في الحرب، يقتل المدنيين. يعني ما ذنب هذا الرياضي والناس يتفرجون في هذا الملعب، يعني يستمتعون في ظل هذه الحرب بلعبة كرة القدم، ثم الحوثي يهاجم ويقتل مدنيين. قبل أسبوع أو أسبوعين قتل أطفال في أحياء. عندما يعجز عن مواجهة الجيش اليمني في جبهة القتال يلجأ إلى إطلاق الصواريخ على المدنيين. الحوثي ميليشيات إرهابية، هذه الميليشيات ينبغي أن تعاقب عقاب شديد من قبل المجتمع الغربي والمجتمع الدولي، وبالتالي لا حل معها إلا الحسم العسكري في الميدان. أخيرا، ماذا عن البعثة الأممية؟ ألا يجب أن تطلع بدور أكبر في اليمن بعد هذه الاتهامات التي وجهت لها بالتستر على جرائم الميليشيات الحوثية؟ للأسف الملف في اليمني اختلط فيه يعني قضايا كثيرة، بما فيها ممثل الأمم المتحدة في اليمن، والذي يتهم بأنه يعني أصبح حوثي وأصبح ملكا أكثر من ملك. يعني قرارات، عندما يذهب إلى صنعاء يتلقى الهدايا من سيد الحوثيين عبد الملك الحوثي، وينقل تقارير للأسف الشديد غير صحيحة، وكأنه يريد فرض أمر واقع بأن جماعة الميليشيات الحوثي هي من تحكم المناطق الشمالية وتحكم العاصمة صنعاء. هناك اتهامات من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل الشرعية ومن قبل وزير الخارجية اليمنية لمبعوث الأمم المتحدة، الذي للأسف الشديد كان غير منصف. وهذه بلوى يعني للأسف الشديد حلت باليمنيين منذ المبعوث الأول والمبعوث الثاني وهذا المبعوث الأخير. ليس هناك أمل من الأمم المتحدة ولا رئيس الأمن إلا بعد الله بحسم العسكري من قبل الجيش اليمني، وهذا لن يكون إلا إذا تحرر القرار اليمني، قرار يكون قرارا يمنيا 100% يتحرر من تدخلات الإمارات في الضغط على الشرعية وفرض مسميات عليها. شكرا لك دكتور صالح الجبري، رئيس مركز هيني يمن، كنت معنا من إسطنبول.